مرحبا، وياكم أميتاب السندي من قناة أميتاب تكنولوجي. هذا الفيديو راح نتحدث عن أهم التحديثات اللي صدرت من قبل يوتيوب قبل كم يوم بخصوص تفعيل خاصية الربح من قنوات اليوتيوب بدون 1000 مشترك ولا 4000 ساعة مشاهدة. شنو وشلون هذه الطريقة اللي راح تكون من خلال الشورت فيديو. شنو؟ الفيديوهات القصيرة، أقصد الفيديوهات القصيرة اللي ما يعرف شنو هي، عبارة عن فيديو مدته 60 ثانية، ما يزيد أكثر عن 60 ثانية، راح تكون حاله وحال وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تيك توك، والإنستغرام وإلى آخره. طيب، هذه عرفناها أول سالفة. زين، السالفة الثانية اللي هي شنو الشروط اللي يوتيوب يريدها من عندنا على مود نحقق هذه الميزة. أولاً لازم يكون الفيديو الأكثر تفاعلاً وأكثر مشاهدة، والشغلة الثانية لابد أن يكون الفيديو من ضمن شروط وأحكام المنتج، وأكيد أصحاب القنوات يعرفون هذه الشروط شنو هي. هسه السؤال يطرح نفسه، يمتى يوتيوب راح تفعل هذه الخاصية؟ حاليا هذه الخاصية أو الميزة تجريبية فقط في أمريكا والهند، أما باقي الدول مثل الدول الأوروبية والميدل إيست غير مفعلة، وإن شاء الله قريبا تفعل هذه الميزة. أما أنتم إذا حابين تعرفون أكثر، رابط الموضوع موجود بالوصف، تقدرون تشوفون وشوفون شنو التحديثات، وهو باللغة الإنجليزية والهندية فقط. وأني من خلال هذا الفيديو حبيت أنه أشارككم هذه المعلومات، وأيضا راح أعلمكم شلون احنا نسوي الشورتس فيديو او الفيديو القصير من خلال برنامجين اللي هو ادوبي بريمير والفريمورا اللي يكون من ضمن القياسات، واللي حابين ايضا من خلال تطبيقات الموبايل يقدرون يرفعوه مباشرة، لان راح اعلمكم الطريقتين، الطريقة الاولى عن طريق الكمبيوتر والطريقة الثانية عن طريق الموبايل، وشنو نكتب بالوصف على مود يكون من ضمن الشورت فيديو او الفيديو القصير. هسه خلينا نروح على الكمبيوتر نتعلم الطريقه الاولى وشنو القياسات اللي احنا لازم نخليها في الادوبي وايضا الفيمورا، وبعدها راح ننتقل الى الموبايل ونتعلم شلون نرفع وشنو الشغلات اللي نكتبها بالوصف على مود يكون من ضمن الشروط. نفتح الادوبي بريمير ونختار النيو بروجكت، انا راح اختار هذا المشروع جاهز، يعني ما مسوي بيه شيء، راح اختاره. تمام، بعدها راح اروح على فايل واختار نيو، وبعدين نيو سيكونس، واختار الاعدادات العاديه مال الفيديو، بعدها نضغط على السيتنج، من السيتنج نكبس على الايديتنج مود ونختار كاستم، ننزل على الفريم سايز ونغير الحجم، نكتب 1080 على 1920. هذه هي قياسات الشورتس او الفيديو اللي احنا راح نسوي، نكبس موافق، راح يتغير شكل السيكوينس بشكل طولي. روح على الفيديو اللي حابين احنا نحوله الى فيديو قصير، نكبس على الكيب اكسايتنج سيتنج، نكبس عليها، نختار الحجم مثلا لغاية، خلينا نسوي صغير 19 ثانية، احنا نقدر نسوي الحجم والطول اللي حابين كيف يظهر الفيديو، نقدر نضيف فلاتر. بعدها راح اروح مباشرة على الاكسبورت ميديا، اول خطوة راح نختارها اللي هي اختيار يوتيوب فول اتش دي 1080p، بعدها النقطة المهمة الاخرى اللي هي ماتش سورس ضرورية، نقبس عليها على مود يتحول بشكل كامل القياس اللي احنا سويناه بالسيكونس. واذا انتم حابين يكون الفيديو بجودة اعلى تقدرون تختارون يوز ماكسمايز، وبعدها نكبس على اكسبورت، وهيك احنا نكون انتهينا من عمل الشورت فيديو على ادوب بريمير. الان راح نروح على برنامج الفليمورا، من خلال برنامج الفليمورا ايضا نفس العملية، نروح على فايل نيو بروجكت، الان نختار 9 على 16، من خلال تطبيقات الموبايل راح تظهركم ايضا 9 على 16، تختاروها اللي هي قياس الفيديو بالطول، وروح نكبس الفيديو اللي حابين نسويه، نسحب الفيديو راح تظهر لنا هذه الاختيارات. طبعا راح نختار 1080 على 1920، نفس القياس اللي سويناه في الادوبي، نقطع الفيديو، وبعدها نروح على الاكسبورت ونخير المقاسات اللي حابين يعني يسووها. أنا مثلا أختار
29:97 لأن أنا مصور على هذه الفريم وأقدر أسوي بيست يعني أفضل ريزوليوشن من بتر أوكي وبعدها إكسبورت. وهيك إحنا نكون انتهينا من عمل الشورت فيديو في الأدوبي والفليمورا. قبل نروح على رفع الفيديو من خلال الموقع راح أشوفكم التحديثات اللي صدرت من قبل يوتيوب، أول شيء من خلال تويتر اللي حكوا بخصوص الشورتس فيديو، هذه هياتها حاليا موجودة في USA والهند، وهذه هي التحديثات الأخيرة. وصرحوا انه قالوا خلال هذا العام وعام 2022، واذا انتم حابين تقرأوا اكثر عن الموضوع الرابط موجود بالوصف. الان راح اروح على قناتي عمود ارفع الفيديو، وبعدها راح نتجه على الموبايل نشوف كيف تظهر الفيديوهات وشو العلامة اللي تظهر على الفيديوهات عمود يكون من ضمن شروط الشورتس فيديو. نروح اول شيء نرفع الفيديو أبلود، تمام، اختار الفيديو اللي موجود هذا، نتأكد من عنده هو، تمام، نكتب شو العنوان مثلا كيفية الربح من الانترنت، نتر. راح نيجي على الوصف او الديسكريبشن، هنا هي النقطة المهمة والاساسية، لابد من كتابة هاشتاغ شورتس. هاشتاغ شورتس بدون هذه الكتابة ما يعتبر الفيديو من ضمن الشورت فيديو. تقدرون تكتبوها مثلا بالبداية بالنهاية بالوسط، المهم تكتبون هاشتاغ شورتس، لازم وضروري هذه الكلمة هاشتاغ شورتس. بعدها next نسوي الفيديو، بعدها next راح اسوي برايفت. الآن يوتيوب راح يتحقق من الفيديو هل هو ضمن الشروط والقياسات، إذا ضمن الشروط والقياسات راح يوافق عليها، ولكن كيف احنا راح نعرف انه يوتيوب وافق عليها او لا؟ طبعا من خلال الموبايل اللي قلت لكم هسه قبل شوية راح تظهر علامة الشورت فيديو. خلوا نروح على الموبايل مباشرة نرفع فيديو ونكتب نفس الأشياء اللي كتبناها هنا بالكمبيوتر ونشوف كيف تظهر هذه العلامة. من خلال الموبايل نروح على تطبيق اليوتيوب، نقبس عليه ونرفع الفيديو عادي من علامة الزائد اللي موجودة، نسوي أبلود كأنه ده نرفع أي فيديو، ولكن نختار الفيديو اللي بالطول واللي سويناه حسب القياسات واللي احنا مثلا مصوري عن طريق الموبايل. نكتب بالوصف شو نوع الفيديو اللي انتو حابين يظهر للناس أو للمشاهدين، أنا مثلا كيفية الربح من الانترنت أكتبه بالموضوع، أنزل لتحت بالديسكريبشن أو بالوصف اكتب كلمة شورت، ضروري ومهم انه تكتبون هاشتاغ شورتس بالاد ديسكريبشن، هاشتاغ شورتس وليس هاشتاغ فيديو قصير، ما راح يرضاها، هو يريده باللغة الانجليزية هذه الكلمة المهمة. بعد ما نكمل من كتابة هاشتاغ شورتس راح اروح على قناتي اشوفكم شون يصير شكل الشورت فيديو وشنو العلامة اللي راح تظهر. هسه الفيديو رقم 2 تشوفوه 3 و4 اكو علامة صغيرة موجودة، هذه العلامة الصغيرة اللي بالزاوية أسفل هذه هي علامة الشورت فيديو. تشوفون علامة الشورت فيديو أنا مسويها كلها بالطول وفق قياسات عن طريق الأدوبي بريمير، ما مصور بالموبايل، فعن طريق الأدوبي بريمير وفليمورا. بعد ما يقبل اليوتيوب الفيديو أنه من ضمن الشروط راح تظهر علامة الشورت فيديو. هذه كانت الطرق البسيطة لعمل الشورت فيديو، وهذه الميزة أكيد تفيدكم وتفيد إلي. وإذا عجبكم الفيديو سوون لايك وشير واشتراك الناس اللي ما مشتركة، وأيضا إذا حبيتوا تشاهدوا الفيديوهات السابقة تقدرون من خلال هذه الروابط اللي موجودة. وتحياتي مني لكم جميعا، أميتاب السندي من قناة أميتاب تكنولوجي. ياس.